لساعات طويلة يقف هؤلاء من موظفي ومنتسبي الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات للمطالبة بحقوقهم. استمرت الاحتجاجات 3 أيام هنا في مديرية كريتر في العاصمة المؤقتة عدن. يطالب الموظفون الجهات المعنية بجملة من الحقوق التي غيبت فترة من الوقت، لكنها كما يقولون لن تستمر طويلا، خصوصا وأن هناك من هؤلاء من تقدر خدمته الوظيفية بنحو 3 عقود في هذه الهيئة، لكنهم حتى اللحظة لا يمتلكون أبسط المستحقات الوظيفية، منتسويات ومطالب أخرى. إلى الآن لم نستلم أول حقوقنا 30%، هذه وحدة. ثاني حاجة، أنا كموظفة 34 سنة داخل هيئة معلقة بلا إدارة أدور، هذا طبعا من بتعميد المدير العام عفيف. ثاني حاجة، نحن نشي حقوقنا، نشي تسويات، نشي مواصلات، نشي، نحن زي أي مرفق، نحن نساوي البنك المركزي، لولا نحن ما كان في بنك مركزي داخل عدن. لم تكن هذه المرة الأولى التي يطالبون فيها بحقوقهم، تقول ميرفت رئيسة نقابة عمال التأمينات والمعاشات، فقد سبق وأن خرجوا ونفذوا وقفات احتجاجية مختلفة قوبلت جميعها بالرفض. الآن نحن كعمال نطالب رئيس الحكومة شخصيا بالتدخل وتلبية مطالب نحن، لأن نحن لم نجد أي استجابة حاليا من القيادة سواء كانت في الفرع أو المركز، لذا لابد من جهة عليا أن تنظر إلينا وأن تلبي مطالبنا. لم يقف حال المحتجين عند وضع المتقاعدين الذين يمرون بظروف صعبة منذ فترة، بل تعدى لمنتسبي الهيئة الحاليين الذين يطال حقوقهم الإهمال والتغييب. والسؤال، هل ستسمع الحكومة والجهات المعنية أصواتهم أم أنها ستذهب كسابقتها؟ حنين جمال، بلقيس، عدن.